مبروك تاني تايم، مبروك تحركات، مبروك الثقه، مبروك قفشه ثقه تهديفيه محتاجينها اليوم السبت ان شاء الله. زي ما اتكلمنا انا وعلاء قبل في الهاف تايم، انا قلت اللياقه البدنيه مش هتشيل لو حبوا يجاروك في نفس اللعب، وعلاء قال لك هم لا، هم بيلعبوا زي ما هم كده، يدافعوا ويهاجموا، يدافعوا ما عندهمش اي حاجه يبكوا عليها ولا اي حاجه. انت استغليت كل ده بسرعه لعيبتك، بتركيز لعيبتك، بتغييراتك اللي كان محتاجينها بس في علي معلول يتغير كمان شويه، كان حتى ربع ساعه دي فرقت معاها حتى. ودخلت وحيد مثلا او طلعت ايمن اشرف بكلف، بس قال لسه راجع كبشيف قول برضه عايز يعني ياخد بدايه يعني شويه، انا حسيت بيه في الاخر يعني ياخد شويه بدايه. سواء علي كان بقاله فتره بقاله، انا حسيت ان هو عايز يتغير، عمل مجهود جامد جدا كويس احسن عشان بقاله فتره، انا حسيت على ان هو نفسه عايز يغير يعني، حتى بس كان لازم يشاف وفي الاخر ريح شويه وفضل ورا رجع كره ورا وقال لك خلاص بقى الحكايه فيها كده، وعمل مجهود جامد جدا بصراحه. انما في حاجات النهارده حلوه، في اصرار على التهديف، في عرضيات، في جمل حلوه قوي، في لعيبه كلها بتدي كل اللي عندها، في محاوله من المدير الفني انه بيشارك، في كابتن قاعد جنبي كل شويه انت خايف من النتيجه ما هنكسب يعني، الواقع لازم اشوفه بعيني لازم اشوف الواقع بعيني يا عم اسامه. فالخطفه الاولانيه بتاعت ضربه الجزاء بتاعتنا تطلع اوف سايد، وبعدين ضربه الجزاء بتاعتهم تتحسب فيجي فيك هدف، ففي سيناريو النهارده وحاجات تنفعك جدا انك انت كل الحاجات اللي حصلت النهارده في المباراه دي تفيدك جدا وتفيد الجهاز الفني كله وتفيد اللعيبه في المباراه الجايه. مباريات اهي اديك بتلعب المقاصه مش فاينل بقى افريقيا او حاجه زي كده، بتحطك تحت اي وضع، تحت اي حدث يحصل في الملعب، قد ايه اللعيبه محتاجه الفتره الجايه الباص سليم. شفت النهارده ديانج بيفرق قد ايه، ممكن يلعب 4-3-3 الماتش الجاي بالشكل اللي انت شفته، بيحب فتحي جدا وبيحب سولاي، النهارده سولاي بقى بلاي ميكر كمان، بيبعت كره سليمه، بيتحرك عنده، مركز مركز انه ازاي يودي لعيب على طول. ثقته في محمد شريف، ثقته في حسين الشحات، حسين الشحات النهارده عمل ولا اروع اسيست الجون الثاني الحقيقه محمد شريف، ودايما هو بيفكر انه الفرديات بتاعته يديها في الملعب. لعبنا كوره اتفرجنا عليها احنا اللي فيها خمس ست باصات دي خساره، صح خساره فكر اللعيبه، خساره انما يعني اول مره اشوف معلول يلعبها الناحيه الثانيه ما يلعبهاش لورا، يعني لو اتلعبت لورا بقى ودخل الجون دي كانت الدنيا هتبقى شكلها لطيف جدا. فالف مبروك ونتيجه كبيره، وعقبال ان شاء الله ما يرجعوا لنا بالكاس باذن الله.